يا صباح الخيرات على كل حضراتكم مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، أهلا بكم جميعا وبداية حلقة جديدة من 10 الصبح في الأهلي. وبطبيعة الحال كل الأهلاوية صاحيين النهاردة رايقين ومبسوطين ومتفرجين على أداء أكثر من ممتاز في مباراة امبارح. هنتكلم طبعا أكيد في كل التفاصيل. صباح الفل عليك. صباح الخير بقى والنصر. صباح النصر ولا إيه يا جماعة؟ صباح النصر علينا جميعا، يعني على كل الأهلاوية في كل مكان في العالم. زي ما كريم قال وزي ما كلنا شفنا امبارح مباراة جميلة، أهداف أكثر من رائعة، لعيبة محترفة يا جماعة. امبارح استمتعنا، كان في شوية أخطاء صغيرة كان حاصل، بس النتيجة كانت مرضية جدا، فحاجة محترمة جدا. استمتعنا امبارح الناس اللي اتفرجت. أنا بصراحة بعد ماتش الأهلي دخلت نمت، ما اتفرجتش على اليورو، ولكن سمعت كمان المباراة كانت قوية جدا. وهنتكلم بقى عن إيطاليا برضو، لعبت أداء محترم جدا. بس على كل حال كل التفاصيل دي جاية عندنا، والملفات كلها هنتكلم فيها في التفاصيل في فقراتنا، بس ننوه بقى في البداية. يلا هيكون عندنا طبعا إلى جانب الجزء الأولاني من حلقتنا كما هي العادة، هنتكلم أكيد عن أخبار النادي الأهلي وفرقه ونشاطاته المختلفة، الأفرع المختلفة للنادي الأهلي، صحافة رياضية تلاقوا، أخبار عالمية تلاقوا، كله هيكون موجود في الجزء الأول. وفي الجزء الثاني هيكون عندنا عدد اثنين فقرة. الفقرة الأولى هتكون مع أميرة يوسف وهي مدير أكاديمية النادي الأهلي للكرة النسائية، وفقرتنا الثانية هتكون مع كابتن إيهاب جلال وهو حارس مرمى النادي الأهلي السابق وأيضا مدرب حراس مرمى منتخب مصر للناشئين. خلينا بقى نبدا يا كريم كده ونتكلم امبارح سريعا عن المباراه، وقبل ما نخش بقى في التفاصيل احنا مش هنحلل طبعا، احنا هنسيب ضيوفنا هم اللي يحللوا، لكن من رؤيتنا كده طبعا المباراه كانت في بدايتها لصالح مصر المقاصه زي ما احنا شفنا تحديدا الشوط الاولاني. تيجي بعد كده في الغلطه اللي حصل الميس باس من لاعب المقاصه، ابتدى الاهلي هنا يستغلها، وزي ما بيتقال امبارح وزي ما كل المحللين والزملاء قالوا في البرامج، الغلطه الصغيره قدام الاهلي خلاص. حتى الكابتن محمد عبد الجليل المدير الفني بتاع مصر المقاصه هو قال ده تحديدا، وكان ليه اكثر من تصريح امبارح بصراحه كانوا مهمين جدا ولصالح النادي الاهلي. خلينا نقول كان منهم يعني قال ان الهزيمه وارده، ولكن سوء الاداء هو اللي ما كانش وارد بالنسبه لمصر المقاصه، وتحدث ان في فرق كبير جدا برده بين لعيبه مصر المقاصه والنادي الاهلي. ولكن على كل حال الماتش كان جميل، واستغل الفريق عندنا، وموسيماني كمان استغل فكره هنا اللعيبه ووضعهم بالشكل الامثل والتغييرات اللي حصلت، وانت عايز تلعب تنزل اللعيبه كلهم، تجهيز محمد هاني، نزول كهربا. كان في امبارح حاجه محترمه على كل الاصعده بتحصل على ارض الملعب حقيقي. امبارح كان في شو كامل. أيوة. يعني ولو خدنا في الاعتبار كمان الكرات اللي ما اتحسبتش واللي اتحسبت والاهداف اللي اتلغت عشان كانت اتحسبت ده لسه ملف بقى هنتكلم يعني نظري كانت هتبقى النتيجه اكبر من كده بكتير. على كل الاحوال الحاجه الاكيده انه كان فوز مهم جدا حققه النادي الاهلي على فريق مصر المقاصه طبعا بنتيجه 4-1 زي ما حضراتكم عارفين في المباراه اللي اقيمت ما بينهم بالامس على ملعب الجيش بالسويس. وطبعا المباراه دي كانت هي من ضمن المباريات المؤجله، كانت مؤجله من الجوله 18 لبطولة الدوري الممتاز. قدم النادي الأهلي مباراة قوية جدا سريعة جدا، نجح في الوصول لمرمى المقاصة من خلال العديد من الفرص المؤثرة اللي كان ممكن جدا ان هي تضاعف النتيجة. كمان تصدي قائم لرأسية أفشة في نهاية الشوط الأول وإلغاء حكم الفار لهدفين سجله محمد شريف بداعي التسلل، أهداف كتير جدا وفرص ضايعة كتير. الأهلي فعلا أثبت انه فريق تقيل وأداؤه دسم بالمعنى الحرفي للكلمة. مبروك الفوز بهذه المباراة. هو بالمناسبة أو الحديث أو يعني أن أنت ذكرت مشكلة هنا الأهداف وكل شوية حاجة تحتسب وحاجة أو جول لا يحتسب، هو بس أنا كان عندي نقطة عايز أتكلم فيها. هو ليه امبارح لو أنت لاحظت كل جول الأهلي بيجيبه لازم يروح للفار، يعني ما فيش جول كده يجي ويتحسب، لازم نرجع للفار، على عكس المقاصة مثلا اللي ما حصلش في الجول بتاع المقاصة، لكن يلا كل حاجة بتحصل الأهلي نرجع للفار. فده كان شوية بالنسبة لي أنا على الأقل يعني غريب. فعلى كل حال الفار مستمر يا الهواند في انه يثير الكثير من علامات التعجب، انه يبهرنا. والله بيبهرنا فعلا وحياة ربنا. صحيح حاجه فعلا كانت ملفته للنظر. لكن هنرجع نقول مباراه حلوه من حيث هنا الاداء، من حيث الاهداف ظهرنا بشكل اكيد مميز فنيا. لو هنتكلم نتكلم بقى شويه عن تفاصيل الاهداف يا كريم. احمد مودي طبعا لاعب المقاصه اتقدم لفريقه بهدف كانت ركله جزاء، وبعدها تعادل طبعا الاهلي تقريبا يعني في وقت قليل جدا بهدف محمد شريف، كانت راسيه اكثر من رائعه. صحيح. اللي يقول لك محمد شريف الراسيه عنده قول له اكثر من رائعه، تعال اتفرج امبارح على محمد شريف. واللي اضاف كمان الهدف الثاني في الدقيقه تحديدا 62 قبل ما يسجل بقى محمد دسوقي مدافع المقاصه الهدف الثالث ده اللي كان بالخطا طبعا في مرماه، واختتم بقى في افشل رباعيه جميله من تسديده كانت في نص الملعب قطعه وبعدين تسديد على الجول، حاجه كانت بجد محترمه وامتعتنا كلنا. وكده نقدر نقول بقى رفع الاهلي رصيده ل 51 نقطة، وتجميد رصيد مصر المقاصة عند النقطة هنا 37.
طبعا هدف قفشه امبارح كان يتقال عليه انه هدف رايق بالمعنى الحرفي للكلمه، يعني طبعا سرعه رد فعله وسرعه بديهه وفي كسر من الثانيه لمح ان في مسافه كبيره بين حارس المرمى وبين مرمى، فطبعا كانت النتيجه انه يعني احرز هدف ولا اجمل ولا اروع. بالمناسبه بيتسو موسيماني بعد مباراه امبارح كان ليه مجموعه من التصريحات قال من خلالها ان الاهلي بيقدم مستوى متميز جدا، وقال كمان ان الجهاز الفني بيعمل بشكل مستمر على تطوير اداء كل اللاعبين على كافه الاصعده، وقال انه من المهم جدا ان احنا نحقق الفوز في بطوله الدوري قبل السفر الى المغرب طبعا لخوض نهائي دوري ابطال افريقيا، وهو الهدف اللي بنسعى لتحقيقه، وكان من الرائع للغايه ان يظهر اللاعبين بهذه الصوره وان نحقق الفوز بهذه النتيجه. ده جانب من كلام بيتسو موسيماني بعد مباراه الامس. خليني اضيف لكلامك كمان، موسيماني اتكلم عن اداء اللاعبين امبارح وقال مستوى تحديدا محمد شريف بيعكس الجديه بيعكس الاصرار، وهناك كمان تطور مستمر في طريقته بعد ما اصبح بيسجل الاهداف بالراس في الفتره الاخيره زي ما شفنا تحديدا بالامس، وقال كمان ان الفريق بيتدرب على استغلال العرضيات بشكل امثل وبيقوم بضغط تمركز هنا وتحركات وارتقاء اللاعبين بشكل مستمر. ده حقيقي، بس انا برضو هاخد من كلام موسيماني وهرجع تاني ان مش بس اداء محمد شريف اللي كان فيه تطوير ملحوظ، انا اعتقد يا كريم ولو تتفق معايا الفريق بالكامل صحيح. اصبح في ادائه يعني تطوير ملحوظ زي ما انت بتتقال كده، انت بتتفرج على لعب في تاكتيك جميل في نغمه، محمد شريف وقفشه الكيمستري اللي بينهم في الملعب اكتر من رائع، تحس التيم فاهمين بعض جدا، اللعيبه بقت خلاص بالنظر يمكن هي فاهمه هي هتلعب امتى، الباس رائع. امبارح برضو اللي لفت نظري في لو احنا بقى هنتكلم عن موسيماني هو قال كذا تصريح في المؤتمر الصحفي، بس لفت انتباهي فكره هنا ان هو قال انا عارف انا بدرب فريق عامل ازاي وعارف هو حجم ما هو حجم الاهلي، وانا عارف ان انا هيقاس التقييم بتاعي مش بالجوال اللي بتيجي او بماتش او بغيره، بعدد البطولات اللي انا بدخلها وعدد البطولات اللي انا بحصل عليها. لو هنتكلم كمان كابتن حسن المستكاي امبارح لفت نظري جدا في البرنامج مع الزميل كان نسيت اسمه معلش مع احد الزملاء، يعني كان بيتكلم كان بيسأل عفوا ابراهيم فايق كان بيساله المتالق طبعا ابراهيم فايق كان بيساله ابراهيم بيقول له يا كابتن حسن انت شايف موسيماني هو مدير فني محظوظ ام محترف؟ قال له موسيماني مدير فني معلم. فهو ده اللي احنا شايفينه جدا. انا انبسطت جدا وبليغ وبيوضح الصوره صح. عنده مرونه تكتيكيه بنتكلم وحسب المنافس بتاعك، وده البعض كان رآه في البدايه خطا على عكس ما كان مانويل جوزيه بيعمل، كان بينزل يلعب سيستم معين، انا الاهلي انا لعبي كذا انا ما بغيرش حسب الخصم، ده يمكن مدرسه كان وقتها 11 لعيبه مختلفين، احنا بنتكلم دلوقتي موسيماني بيلعب بمرونه تكتيكيه وده اعتقد مهم جدا، واعتقد هو ده اللي كان مطلوب في الفتره اللي فاتت. ف يعني تحية كبيرة جدا لهذا المدرب الفني او المدير الفني الرائع حقيقي. بقدر ما كان فيه في وقت من الاوقات مجموعة من التحفظات لدى بعض الجماهير على موسيماني، بقدر ما الايام اللي فاتت او حتى الشهور كمان اللي فاتت فيه شبه اجماع على التكتيك اللي بيلعب بيه بيتسو موسيماني، على الخطط بتاعته، على عمليات التبديل وحجم الذكاء اللي وراها وحجم الفاعلية والاثار الايجابية بتاعتها على اللعيبة، مسألة تعامله النفسي الممتاز مع كل لاعب من اللعيبة، تفصيلة زي صبره على اللعيبة اللي هو عارف كويس قوي إمكانياتهم واللي يمكن في مباراة أو اتنين ما أدوش الأداء اللي كان متوقع منهم، صبر عليهم لغاية ما وصل بيهم للمرحلة اللي هو عارف إن هم يمتلكوا كل أدواتها. فالحقيقة طبعا أكيد بيتسو موسيماني يعني أثار إعجاب كتير جدا من الناس حتى اللي كانوا متحفظين حتى اللي كانوا متشككين. بالمناسبة كمان كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أكد على أهمية الفوز اللي حققه الفريق امبارح على مصر المقاصة، وأشاد بمستوى المهاجم محمد شريف اللي بيواصل التألق وتسجيل الأهداف في الفترة الماضية. الحقيقة الفترة الأخيرة بشكل عام وفي مباراة امبارح بصفة خاصة محمد شريف كان محمد مخيف بالمعنى الحرفي للكلمة. وطبعا أكد كمان كابتن سيد عبد الحفيظ إن الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني بيعمل بشكل ممتاز مع كل اللاعبين، وأشار إلى إن النادي الأهلي سيحصل على راحة من التدريبات الجماعية النهاردة يوم الاثنين، وهيدرب الفريق يوم الثلاث إن شاء الله قبل السفر إلى المغرب من أجل خوض لقاء كايزر تشيفز الجنوب افريقي في المباراه النهائيه من بطوله دوري ابطال افريقيا. هنتابع مع حضراتكم جزء او جانب بسيط من تصريحات كابتن سيد عبد الحفيظ ونرجع نكمل كلامنا. اتفضل.
يعني الحمد لله طبعا على كل شيء. يعني انت بتتكلم مباراه من سلسله مباريات متتاليه ومهمه جدا في مشوار الدوري. يعني الشوط الاول بالتاكيد هي دي عالم كره القدم. يعني بين الشوطين الماتش مش سهل ابدا، ما تستسهلش اي مباراه وما تبقاش حاسس ان انت هتجيب جول في اي لحظه. يعني ممكن دي عالم ان انت ممكن تهدف في اي توقيت، لكن في النهايه لازم يبقى في شراسه اكتر من كده. الشوط الاول اضعنا عدد كبير جدا من الاهداف ودخل مرمانا هدف، ودي برده كره القدم يعني، لكن في النهايه الحمد لله رب العالمين مكسب مهم جدا. الحمد لله طبعا، يعني طبعا ده برضو شغل الجهاز الفني، موسيماني مع كابتن سامي مع كيفن مع موسي مع كابيلو والمجموعه كلها. لكن في النهايه الحمد لله طبعا على كل شيء. يعني خلينا بس نتكلم ان المباراه كانت مهمه في 48 ساعه. انت لعب يوم الخميس مع المقاولين، النهارده تلعب مع المقاصه في السويس هنا، وهنطلع على كازر تشيفز. يعني من بكره ان شاء الرحمن عندنا اجازه بكره، لكن بعد بكره هنتمرن الصبح وبعدين هنسافر لنهائي افريقيا، هنسافر لدوري ابطال افريقيا، هنسافر لمباراه يكفي ان انت تقول بس نهائي دوري ابطال افريقيا مع مين وضد مين. يعني خلينا نحط في الحسبان اهميه اللقاء وقوته واهميه البطوله. يعني عندنا واجب مهم قوي ان احنا نحافظ على اللقب بتاعنا، ومهم قوي ان احنا نتعامل مع مباراه بمنتهى الجديه، ولعب فرقه هي يعني على مدار العشر مباريات الاخيره سواء كان في دوري المجموعات او في دور الثمانيه او في دور 16 لعبت 10 مباريات ما بين داخلي وخارجي، خسرت مباراتين بس يعني من العشره. يعني اتعادلت مع بترو اتلتيكو في انجولا، اتعادلت مع حوريه كوناكري في انجولا، كسبت الوداد في المغرب. فبالتالي انت عندك فرقه بتعرف تلعب كويس قوي، وخصوصا بره هم فرقه كويسه بالتاكيد، ولا ما وصلتش اللي هي وصلت له ده. فانت بتلعب في 10 مباريات في دوري ابطال افريقيا، بتخسر مباراتين اثنين وبتكسب الوداد في الوداد، وبتتعادل مع بترو اتلتيكو، وبتتعادل مع حوريه كوناكري، كل ده بره ارضها. فانت هتلاعب فرقه وخصم عنيد جدا جدا وعنده دوافع برضو كبيره يعني. طيب من كابتن سيد عبد الحفيظ خلينا نروح لكابتن سامي قمصان المدرب المساعد في الجهاز الفني للفريق، لان هو برضو قال تصريح، هو اتكلم قال ان الجهاز الفني للاهلي كان بيسعى دائما لتحقيق الفوز وتقديم مستوى كمان جيد خلال لقاء مصر المقاصه قبل خوض هنا تحدي جديد وكبير امام كايزر تشيفز الجنوب افريقي، ده في نهائي دوري ابطال افريقيا. وجه الشكر كمان لكل اللاعبين اللي قدموا مستوى مميز حقيقي خلال المباريات الاخيره، وقال ان الفريق الجنوب افريقي منافس جيد، والدليل هو وصوله للمباراه الختاميه في هذه البطوله او بطوله بحجم دوري الابطال. قال كمان انه بيمتلك لاعبين جيدين للغايه، وان هذا المفهوم تم التاكيد عليه مع اللاعبين من اجل خوض المباراه بمنتهى القوه، من اجل اسعاد كمان جماهير الاهلي. خلينا نروح نتابع برضو جزء من التصريحات ونرجع نكمل. انت دايما بتحاول تجتهد وتتعب وتعمل عليك، اعتقد اللعيبه كانت مركزه في كده. يعني زي ما انت قلت عندنا كذا هدف احرزناه وكان اوفسايد، وبعد كده بترد عليك بضرب الجزاء، لكن انت عارف برضو لعيبه النادي الاهلي وشخصيتهم وازاي بقى عندهم تصميم ان هم يرجعوا المباراه ويقدروا يخلصوا المباراه. فاعتقد الحمد لله كان عندنا ثقه كبيره جدا في اللعيبه، عندنا ثقه كبيره جدا ان هم متحملين مسؤوليه كبيره في وقت صعب جدا، خصوصا نهايه مرحله مهمه جدا اللي انت كنت تنهيها بشكل كويس عشان خاطر تاهلك كويس نفسيا لبطوله كبيره اللي كلنا بنحلم بيها وجمهورنا بيحلم بيها، بطوله افريقيا. فاعتقد الحمد لله جهد مشكور جدا من كل اللعيبه واداء مميز جدا، واعتقد مباراه اعتقد اديناها بشكل كويس، اللعيبه ادتها بشكل كويس، حتى الروتيشن اللي حصل من خلال المباراه اعتقد برضو اللعيبه الحمد لله ادت اداء مميز وكان لها شكل في الاداء وعملت منافسه كويسه بين اللعيبه، وده الحمد لله لكن دي بتبقى بالنسبه لنا مشكله، لكن بتبقى مشكله كويسه للفرقه يعني. فاعتقد الحمد لله مكاسب كبيره النهارده، وان شاء الله تحدي جديد بقى الفتره اللي جايه. هو الراجل اتكلم ان احنا لازم نبقى اهدى، احنا بنوصل بشكل كويس، عندنا فرص كويسه، لازم نبقى اهدى في الثلث الهجومي، هيجي لنا فرص كويسه، لازم نستغل الهاف سبيس اللي في ظهر هشام محمد، وانت عارف الملعب عريق جدا يعني بتاع الجيش ساد الجيش، فمهم جدا ان انت تستغل من عمق الملعب وتقدر تعمل تخترق الاختراقات اللي تستغل سرعات شريف او الكرات العرضيه اللي بتقدر تستغلها من عن طريق عالي او من عن طريق اكرم. واعتقد الحمد لله اللعيبه كانت مستوعبه جدا وقدرت اللي تحقق ثلاث اهداف مهمين جدا في وقت مهم جدا، واعتقد بشكرهم طبعا. هي كره لعبه تفاصيل يعني، مهم جدا ان انت لما يكون عندك لعيب مميز زي محمد شريف بيقدر يشتغل برجله كويس من اليمين والشمال ويجيب هنا اهداف، يكون عندي نقص شويه في الحته دي، فبتقدر من خلال التدريبات الفرديه تقدر تنميها. فاعتقد النهارده الحمد لله احرز هدفين مميزين جدا بدماغه النهارده، وحاجه كويسه جدا يعني. برده نفس القصه صلاح محسن من اللعيبه المميزه جدا في الهيدرز، برده بتاكد على المهاره دي
ديانج برضو في التصويب برضو من اللعيبه اللي برضو احنا بنشتغل معاهم بعد التمارين اللي هو برضو يحسن الحته دي. فاعتقد الحمد لله كل ما بتشتغل في التفاصيل ديت كل ما بيبقى لها مردود يعني، لكن هو ده الطبيعي اللي انت بتشتغل على الحاجات ديت عشان تساعد فرقتك، عشان يبقى عندك حلول هجوميه كتيره وتقدر في ماتش زي ده وتقدر تحسمها يعني. الفرقه اللي بتلعب نهائي افريقيا اكيد اكيد يبقى فرقه مميزه، عندها لعيبه كويسه، عندها قدرات كويسه، ان انت بتلعب نهائي افريقيا اكبر بطوله، اكبر بطوله في دوري افريقيا، فلازم نحترمها جدا. لان انا بشوف في ناس كتيره جدا بتقلل من قيمه كايزر وكده، وممكن يتاثر على وممكن تاثر عليها سلبيا، زي برضو زي النغمه اللي كانت موجوده ان التفويت والنادي الاهلي بيفوت، النادي الاهلي الحمد لله بيكسب كل فرق، حتى البطل حتى دلوقتي متصدر الجدول يعني، نادي الزمالك النهارده متصدر الدوري، احنا الحمد لله واخدين منه 4 نقاط. فاعتقد يعني دي نغمه كانت حاجه مش حلوه يعني، لكن احنا دايما ما بنسمعش الحاجات السلبيه ديت، احنا عندنا هدف، مباراه مهمه جدا، مباراه كبيره جدا، 90 دقيقه مش عاوز اقول فاصله، لكن مهمه جدا في تاريخ الجيل دوت اللي هو يعمل مجد جديد لنفسه الاول والناديه ولجمهوره اللي هو متعطش جدا لكل ما بياخد بطوله يبقى متعطش بطوله اكبر اللي بعدها. فاعتقد الحمد لله اللعيبه مقدره المسؤوليه ديت واحنا مقدرين المسؤوليه ديت، واعتقد ان شاء الله اللي احنا هنعمل اقصى كالعاده يعني اقصى ما عندنا عشان نقدر نفرح جمهور النادي الاهلي ونوعدهم ان شاء الله اللي احنا نرجع بالبطوله. قادرين على الفوز باللقب باذن الله؟ اه طبعا ان شاء الله باذن الله، باذن الله وحده ان شاء الله ربنا يكرمنا. انا ما بشوف دايما ما فيش حاجه اسمها حلم، انا بشوف ان في حاجه اسمها هدف انت بتسعى له يعني، تاخد بالاسباب وتشتغل عليه كويس اعتقد ربنا يديها لك يعني. الحقيقه بعد مباراه الامس وبعد الفوز الكبير اللي حققه النادي الاهلي وسيبكم كمان من الفوز، بعد الاداء الراقي الرائع اللي كلنا شفناه من خلال لعيبه النادي الاهلي، اعتقد ان بكده احنا على الاقل كجماهير وبطبيعه الحال كابتن بيتسو موسيماني كلنا اطمننا على القوه الضاربه للنادي الاهلي قبل ما يسافروا للمغرب طبعا لمواجهه كايزر تشيفز في نهائي دوري الابطال يوم السبت الجاي ان شاء الله. اكيد الجهاز الفني وكل اللعيبه مدركين تمام الادراك مدى اهميه هذه البطوله وان في رغبه عارمه لدى الجميع في الحفاظ على اللقب ده. من ثاني يوم بعد ما النادي الاهلي فاز بالنجمه التاسعه، من ثاني يوم الصبح الناس كلها كانت بتتكلم في ان العشره يا اهلي، العشره يا اهلي، يا كريم ال11 يا اهلي. بالظبط كده، في يا جماعه ال11 يا اهلي ان شاء الله من يوم الاحد، من يوم الاحد ان شاء الله هنبتدي نسمع جمله ال11 يا اهلي. فالحقيقه كل الناس عندهم رغبه عارمه في اسعاد الجماهير وفي الحفاظ على لقب دوري ابطال افريقيا اللي توج بيه الفريق في الموسم الماضي، وان شاء الله ده يحصل ويتحقق يوم السبت الجاي باذن الرحمن. باذن الله هيحصل، واثقين في اللعيبه وفي الجهاز الفني طبعا. امبارح مش امبارح من فتره كنا اتكلمنا مع حضراتكم عن نقطه في منتهى الرقي وفي منتهى الاهميه، وكالعاده النادي الاهلي دايما بيبقى قدوه لغيره من الكيانات سواء كيانات رياضيه او غير رياضيه. وان كان الحقيقه انا شخصيا اعرف ناس بيشتغلوا في شركات بعيدا بقى عن دنيا كره القدم والرياضه عمرهم ما راعوا تفصيلا للنادي الاهلي رعاها دي. النادي الاهلي كان سبق وان وقع بروتوكول تعاون مع الهيئه العامه لتعليم الكبار انطلاقا من المسؤوليه المجتمعيه للانديه الرياضيه وطبعا تحقيقا لاهداف التنميه المستدامه، وقع على مشروع مهم جدا لتعليم العاملين بالنادي ممن لا يوجدون القراءه والكتابه بمقرات النادي المختلفه، حاجه محترمه جدا جدا جدا. هنشوف مع حضراتكم تقرير عن دور النادي الاهلي المجتمعي ومشروع محو الاميه ونرجع نكمل كلامنا. احنا سعداء جدا لان الحمد لله مشروع تعليم الكبار بدا يرى النور، بيرى النور بالتنفيذ بالخطوات الفعليه بتعاون كل اطراف المنظومه. الموضوع دوت اثبت ان عيله الاهلي قد المسؤوليه، اثبت ان في متطوعات من النادي الاهلي، المتطوعات دول قد ايه حاسين بالمسؤوليه النهارده، هم بيشوفوا الدارسين وهم بيمتحنوا، في روح جميله في النادي، في بروتوكول تعاون تم من الأول خالص بين الهيئة العامة لتعليم الكبار وبين النادي الأهلي، اعتمدوا الكابتن بيبو مع الدكتور عاشور اللي هو المسؤول عن رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار. البنود بتاعة البروتوكول التعاون تم تنفيذها وبقالنا أكتر من 6 شهور بنشتغل على إن احنا إن شاء الله نوصل لليوم اللي فيه الأهلي بلا أمية. خدنا دورة تدريبية تبع الهيئة العامة
العامة لتعليم الكبار، علشان مش أي حد بيقدر يدرس غير لما بياخد شهادة معتمدة منهم. درسنا وبعدين جينا ابتدينا نشتغل هنا، حسيت بقى أن لا، موضوع مختلف بصراحة جدا جدا. الناس ابتدت تتعلم تقرأ تكتب، كان أكتر إحساس كان ممتع لما حاج أحمد مثلا منهم كلمني في رمضان قال لي أنا قريت آية في القرآن. دي كانت بداية الموضوع بتاعي، حسيت مبسوطة قوي بقى، اللي هو مش عارفه اقول لك ايه. النهارده في الامتحان اقسم بالله ولادنا اللي بيمتحنوا صحيين قلقانين هيعملوا ايه في الاختبار، صحينا بدري نرجع لهم، الناس بيكلمونا في التليفون على طول، طب الامتحان هيجي شكله ايه، طب هنكتب ازاي، ما كانوش هم نفس الاشخاص اللي قابلناهم من 4 شهور. حقيقه تجربه يعني فريده وفعلا تجربه حلوه بالنسبه لي، انا شخصيا استفدت منها. يعني العمال يعني المجموعه اللي كانت مشاركه معايا، بدات الاول بدعم نفسي معاهم علشان ااهلهم ان هم يبقى عندهم رغبه، مش ان هم يمحوا اميتهم بس، مش مجرد ان هم ياخدوا شهاده وخلاص، لا ان هم يكملوا، يبقى عندهم تطلع ان هم يكملوا فعلا لحد الجامعه. وفي ناس منهم عايزه اقول لك ان هم كانوا متحمسين للغايه. والله النادي الاهلي نادي عريق وكبير ومش بعيده عليه طبعا المشاركه المجتمعيه اللي هو عملها، فهو بيشارك في الرياضات كلها والتنميه رياضيه واخلاقيه ومجتمعيه وبشريه، تنميه البشر، فاخدها من اولها لاخرها، فمش بعيده عن النادي الاهلي اللي هو يكمل المشاركه المجتمعيه بمحو الامي. المبادره حبيتها من فيما بعد ان انا امشي على طريق مثلا اقدر ان انا اقرا اليافطه مثلا المكتوبه، الشوارع، افيد اولادي في التعليم فيما بعد. وطبعا بشكر الكابتن محمود الخطيب على المبادره الجميله دي، وان شاء الله لو في اعلى ان شاء الله نكمل. شاركت عشان حابه اتعلم وحابه ان انا اتطوع، مدام نسمه شجعتني ولجنه المراه مشجعاني ان انا اتعلم وانا حابه اكمل معاهم. طبعا هي اول نادي في مصر بيفعل هذه المبادره مع الهيئه العامه للمحو الاميه وتعليم الكبار، باعلانه اول نادي مصري خالي من الاميه وللعمال العاملين بالنادي على مستوى الفروع. وفيما يخص محافظه الجيزه، فاحنا عندنا هنا العمال في فرع زايد، والحمد لله كانوا شغالين الفتره اللي فاتت لمده 3 شهور واجتازوا الاختبارات، وربنا ييسر الحال ان شاء الله باذن الله، ويقدروا ان شاء الله يلتحقوا بالمراحل التعليميه اللي بعد المحو الاميه ان شاء الله. جميل جدا. خلينا بقى نروح مع حضراتكم دلوقتي لملف اليورو والماتش اللي كان قوي جدا امبارح، اللي انتهى بتتويج المنتخب الايطالي بلقب هنا بطوله كاس امم اوروبا لكره القدم على حساب طبعا الفريق الانجليزي بعد فوزه على انجلترا وفي عدد ركلات هنا 3-2 عقب انتهاء الوقت الاصلي. الاشواط الاضافيه كمان كانت بالتعادل الايجابي بهدف لكل منهم. مواجهه ناريه، كانت مواجهه ناريه جدا، جمعت منتخبين كبار، منتخبين الاثنين متعطشين هذه البطولة. طيب خلينا كده نحلل شوية، هل إيطاليا لعبت كرة حلوة يا كريم؟ إيطاليا لعبت كرة أكثر من رائعة دفاعا وهجوما. طيب هل إنجلترا لعبت كرة كويسة؟ إحنا شفنا كلنا إنجلترا بصراحة بتلعب هجوم، دفاع بس، يعني إحنا ما شفناش فيه أي هجوم، ما شفناش أي فيه لعب يمتعك بصراحة من إنجلترا، مع احترامي طبعا أكيد لهذا الفريق المحترم وهذا يعني الجمهور المحترم، ولكن إحنا امبارح اللي متعنا حقيقي كان فريق إيطاليا. بنتكلم عن خسارة هنا إنجلترا للقب يا كريم برضو، بس هي عمرها ما توجت بيه، يعني خلينا برضو نبقى واقعيين. بالظبط كده، لكن ده اللقب الثاني للمنتخب الإيطالي بعد التتويج اللي كان عام 68، هو زمان شوية بس يعني على كل حال تستحقها إيطاليا عن جدارة. لعبوا بلعب محترم جدا ومن بداية حقيقي اليورو، مش بس مبارح، كان في أداء كده متميز زي ما احنا قلنا وزي ما هنفضل نقول أو زي ما المحللين تحدثوا. يعني مبارح كانت إيطاليا بتلعب الكرة اللي احنا متعودين عليها، هي دي إيطاليا. انت عارف في حصل دروب ليهم فترة ما وكانت فترة طويلة شوية، ولكن الإيطاليين رجعوا مرة تانية يمتعونا بالكرة بتاعتهم. طبعا بقى لو هنتكلم عن الأحداث اللي حصلت برضو واللي هي باينة قدام حضراتكم على الشاشة، كانت أحداث يعني مش ألطف حاجة، كان في تشابك شوية ما بين الجمهور الإنجليزي والإيطالي اللي كان موجود، واللي بطبيعة الحال أكيد كان الجمهور الإنجليزي هو المهيمن. يعني 66 ألف مشجع امبارح تحدثنا عن الرقم اللي هيكون موجود مع حضراتكم، مشاهد يعني بنشوفها ولكن هي ليست الأفضل أكيد.
قاعد بديل مشاهد تعتبر ولا حاجه جنب المشاهد اللي بعد انتهاء المباراه. انا عايز اقول لك ما كانش عندي ذره شك ان في حال خساره انجلترا الجمهور الانجليزي هيروق الجمهور الايطالي وقد كان. أكتر شفنا شويه فيديوهات بس كانت ايه عاديه، تحس ان الدنيا كانت ملمومه، كان في بواب مجموعه بوابات كده كل ما يطلع حد من مشجعي البوابات دي يعني هي المدخل والمخرج بتاع مشجعي اللي علقت معايا مشجعي ايطاليا اللي يخرج بالباب يتروق كما هي عادة الجمهور الانجليزي. عندهم توجه ناحيه الشغب حتى في الدوري الانجليزي يعني بينهم وبين بعض حتى حاجه صعبه جدا. بس طبعا بعد مباراه امبارح يعني فاز طبعا اكيد منتخب ايطاليا بلقب بطل القاره للمره الثانيه في تاريخه والاول مره من 53 سنه. فكلمه ان الطلاينه كانوا رايحين متعطشين للقب طبعا مش ذره شك ان هم رايحين متعطشين طبعا بعد فوزه بلقب بطل يورو 1968 ده طبعا بعد ما تاهل الى الدور الرابع النهائي الرابع ليه على مستوى كاس امم اوروبا والنهائي العاشر في البطولات الكبرى. البطولات الكبرى دايما بنقصد بيها كاس العالم وكاس الامم الاوروبيه. بيحمل منتخب المانيا الرقم القياسي في عدد مرات الوصول الى نهائيات هاتين البطولتين بواقع 14 مره وده في حد ذاته دليل على حجم ثقل المنتخب الالماني ولكن لم يحالفوا الحظ وطبعا كان النهائي ايطالي بجداره. بص امبارح كانت من التعليقات اللي ضحكتني بصراحه عن بعد يعني المباراه والبطوله امس الناس كانت كده بتقول لك هي منتخب انجلترا كانت عايزه ايه يعني كانت عايزه الجماهير تنزل تدافع معاهم من كتر ما هم كانوا بيلعبوا بثقافه الايه الدفاع يعني يعني برده مش دي الكوره يعني ومش ده العادي بتاع انجلترا. بص انجلترا طبعا اكيد فريق قوي جدا بس معرفش ليه امبارح كان الدفاع بس هو التركيز عليه. انا مش عارفه طبعا احنا ملناش ان احنا نتكلم في ده لكن المشهد كان امبارح كده انجلترا كانت بتلعب دفاعا فقط لكن ايطاليا فعلا كانت بتلعب دفاع وهجوم اكثر من رائع. مبروك مره ثانيه لايطاليا. خلينا نطلع فاصل ونرجع نكمل مع حضرتك. مرحبا بكم مره ثانيه وخلينا بقى نروح دلوقتي نتابع اخبار النادي الاهلي وفرقه المختلفه والانشطه كمان ومعانا مراسلنا العزيز هناك محمد توفيق من مقر النادي الاهلي بالجزيره. هقول توفيق عادي بقى وفي توفيق توفيق صباح الخير وصباح النصر عليك وقول لنا كده الاجواء الاول عندك عامله ازاي لما دخلت النادي الناس اللي كانت موجوده يعني في الصباح الباكر اخبارهم ايه سعداء ولا لا انقل لنا حاله الطقس عندك الحاله المروريه في محور النادي واكيد اخبار النادي الاهلي. اتفضل يا توفيق. صباح الخير يا نهواند صباح الخير يا كريم صباح شريف على كل الاهلاويه المنتصرين والفرحانين والناس المكشره وعلى الصبح قفشه مالناش دعوه بيهم. اجواء اكثر من رائعه داخل النادي الاهلي منذ امس والفوز العريض للنادي الاهلي باربعه اهداف مقابل هدف واحد على مصر المقاصه. يمكن الفرحه اللي عمت كل الفروع والتجمع الكبير اللي كان موجود من الاعضاء مش بس عشان النتيجه والفوز الكبير لكن عشان الاداء علشان الجمل التكتيكيه اللي اتنفذت خلال المباراه علشان اطمأنوا على فريقهم بشكل كبير قبل مباراه مهمه في دور النهائي من دوري ابطال افريقيا. يمكن الاجواء بقى النهارده استمرارا لحاله الفرحه على كبير جدا من الاعضاء توافد على فرع النادي الاهلي هنا الرئيسي بالجزيره وده ساعد فيه يمكن درجه الحراره المعتدله ونسبه الرطوبه المنخفضه وكمان حاله السيوله المروريه الكبيره خارج اسوار النادي الاهلي. خلينا نبدا بقى باخبارنا وطبعا نبدا بابطال افريقيا الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي. طبعا زي ما قلنا وذكرنا في البدايه فوز كبير على مصر المقصه باربعه اهداف مقابل هدف واحد. يمكن كمان مستر موسيماني منح اللاعبين راحه يعني زي ما بنقول ده هيبقى الخط الفاصل ما بين مباريات الدوري الاربعه الاخيره واللي النادي الاهلي حقق فيها نتائج اكثر من رائعه وما بين بدء الاستعداد من الغد ان شاء الله لنهائي دوري ابطال افريقيا امام كايزر تشيفز والمقرر ليها ان شاء الله السبت المقبل بالمغرب. يمكن الفريق ان شاء الله هيتجمع غدا صباحا ويبقى التدريب تدريب صباحي ومن بعد كده هيتناول الفريق وجبه الغداء هنا داخل النادي الاهلي قبل ان يتوجه الى مطار القاهره لاستقلال الطياره الخاصه اللي هتنقله لدوله المغرب الشقيقه. ان شاء الله كل التوفيق ودعوات المصريين والاهلاويه بشكل خاص للنادي الاهلي والتتويج بالنجم العاشره. كمان يمكن فرحه الجماهير هنا زي ما قلنا في البدايه داخل النادي الاهلي كانت يعني لمحمد شريف بشكل كبير جدا اللي حقق امبارح يعني هاتريك ووصل للهدف ال15 وتقاسم صداره هداف الدوري المصري مع لاعب النادي الاهلي ايضا المعار الى سيراميكا كليوباترا احمد ياسر ريان. مكملين في اخبارنا وقطاع الناشئين بالنادي الاهلي واللي امبارح يمكن
بدأ استعداداته للموسم المقبل تحت قيادة كابتن خالد بيبو المدير الرئيس قطاع الناشئين والمدير الفني التشيكي مايكل بروكش المدير الفني للقطاع. ويمكن الفريق زي ما بنقول الفرق المختلفة لقطاع الناشئين بدأت بشكل أكثر من رائع، نتمنى لهم التوفيق إن شاء الله خلال الموسم المقبل. نروح لأخبار فرقنا الأخرى والبداية مع كرة اليد. يمكن فريق كرة اليد رجال وسيدات بدأوا استعداداتهم ومواصلين في استعداداتهم للموسم المقبل، وفي يعني سياق متصل منتخب مصر كرة اليد اختتم بالأمس استعداداته لدورة طوكيو الأولمبية بالمباراة الأخيرة أمام ألمانيا واللي كانت في الدورة الودية اللي أقيمت في ألمانيا مؤخرا. يمكن منتخب مصر هزم بنتيجة 27-29، ولكن المباراة شهدت تألق أكثر من رائع للاعب الدائرة أحمد عادل لاعب فريق النادي الأهلي واللي تمكن من إحراز 5 أهداف مع إنه شارك فقط في الشوط الثاني. من أخبار رياضتنا الأخرى كمان كرة السلة، يمكن اتحاد كرة السلة أعلن بالأمس عن بدء دوري المرتبط في منتصف سبتمبر. الجدير بالذكر ان دوري المرتبط النادي الاهلي هو حامل اللقب، ان شاء الله تكون اولى بطولات النادي الاهلي في الموسم الجديد ويكون معهم التوفيق وتواجد بيهم. وفي سياق متصل ايضا منتخب السيدات كره السله واللي فيه 4 من نجمات النادي الاهلي نادين السلعاوي سوريا محمد رنيم الجداوي. يمكن يعني الفريق ان شاء الله النهارده ضربه البدايه في التصفيات الافريقيه اللي بتقام في رواندا، وهتكون البدايه في 3:00 امام منتخب جنوب السودان. بنتمنى لهم التوفيق ان شاء الله ويحققوا نتائج اكثر من رائعه. وكمان من اخبارنا وفي كره الطايره، مجلس اداره النادي الاهلي بوافق بعد اخذ راي المدير الفني ميدو مصلحي المدير الفني لفريق الطايره على احتراف يوسف حمدي الصافي نجل الكابتن حمدي الصافي لمده موسمين على سبيل الاعاره للعب في الدوري الفرنسي. كمان النادي الاهلي يمكن في العابه المختلفه بيواصل يعني زي ما بنقول التدعيم الصفوف عشان يبقى البدايه قويه ان شاء الله في الموسم المقبل في اطار سياسه مجلس الاداره بتدعيم كل الفرق الرياضيه. كابتن رؤوف عبد القادر بيعلن بالامس عن تعاقد النادي الاهلي في لعبة كرة الماء مع الثنائي مروان رضا حارس المرمى وتوني بيتر. يمكن مروان رضا قادم من نادي الزمالك وتوني بيتر قادم من صفوف هليوبلس، ودي يعتبر يعني الصفقة الرابعة بعد تدعيم الفريق منذ الأسبوع الماضي بعبد الرحمن فوزي وكريم أبو داود. يعني يمكن الفريق كمان الرباعي الجديد شارك في بداية الاستعدادات للموسم القادم إن شاء الله، واللي انطلقت بالأمس هنا في المقر الرئيسي للنادي الأهلي بالجزيرة. دي كانت أجواءنا وأخبارنا هنا من داخل النادي الأهلي. الآن أترك الميكروفون وانضم صفوف المشاهدين للاستمتاع بقية فقرات 10 الصبح في الأهلي. الكلمة لكم. نشكرك جدا زميلنا العزيز والمتميز حقيقي محمد توفيق على هذه التغطية، شكرا لك. نروح بقى مع حضراتكم على مقر موقع يلا كورة مع الزميلة العزيزة مراسلتنا روزان نصر اللي هنتابع معها أهم الأخبار الرياضية في الصحف والمواقع، وبالمناسبة هيكون معها لقاء مع الأستاذ أيمن جلبرتو مدير تحرير موقع يلا كورة. روزان صباح الفل عليكي وعلى ضيفك، اتفضلي احنا سامعينك. صباح الخير يا كريم، صباح الخير يا نهواند، صباح الخير على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. صباح النصر طبعا، عايزة أبارك لجماهير النادي الأهلي وبارك لنفسي وبارك لكم كمان في الاستوديو. فوز مهم على مصر مقصة طبعا ب4 أهداف مقابل هدف، كنا محتاجين طبعا الروح دي جدا قبل مباراة طبعا كايزر تشيفز يوم السبت المقبل، وإن شاء الله لقب العشاء يا أهلي يكون كمان من نصيبنا. خلينا نروح بقى لأهم العناوين من موقع يلا كورة. بعد 25 عام لعنة ركلات الترجيح تطارد إنجلترا في بطولة اليورو. من موقع سبورت 360، ماذا قالت الصحف عن فوز إيطاليا بلقب يورو 2020؟ من موقع اليوم السابع، اتحاد الكرة يخطر الأندية بانتهاء دوري 26 أغسطس المقبل. ومن بوابة أخبار اليوم، مواعيد مواجهات منتخب مصر في التصفيات المؤهلة لبطولة أفريقيا. طبعا هيكلمنا في تفاصيل الاخبار دي كلها النهارده مدير التحرير بموقع يلا كوره ايمن جلبرتو. برحب بيك طبعا في البدايه على شاشه قناه الاهلي. يعني خليني ابدا معاك على انجلترا والخساره، يعني هل كان ساوث جيت يعني مدرب انجلترا يستحق الخساره في يورو 2020؟ اهلا بيكم في قناه النادي الاهلي، واهلا بكريم ونهوان، صباح الخير عليهم. طبعا ساوث جيت يمكن عمل تغييرات امبارح مخصوص عشان خاطر ركلات الترجيح في الدقائق الاخيره بعد الاشواط الاضافيه في الاشواط الاضافيه عفوا، ولكن التغييرات دي هي كانت السبب المباشر يعتبر في خساره انجلترا لليورو، لان هم اللي اهدروا ركلتين الجزاء بخلاف طبعا الركله اللي اهدرها ساكا. يمكن ساوث جيت هو رجل مش محظوظ، هو اللي كان اهدر ركله الجزاء في يورو 96 لما انجلترا خرجت على حساب المانيا. النهارده
هو كمدرب ومدير فني وفي النهائي وعلى ارضه ركلات الجزاء برضه يعني بتطيح باحلام الانجليز. الموضوع صعب. ساوث جيت عمل منتخب جيد، المنتخب الانجليزي منتخب مميز، لكن بالتاكيد هو بعض التغييرات اللي عملها وادارته للمباراه ممكن ما كانتش بالشكل الامثل، ومانشيني هو اللي تفوق عليه، واعتقد ان ايطاليا اللي استحقت اليورو. يعني كلمني بقى عن اداء ايطاليا طبعا في يورو 2020 بشكل عام. بشكل عام إيطاليا عملت أداء مميز جدا في اليورو من أول مباراة لحد نهاية آخر مباراة في النهائي تقريبا. يعني احنا شفنا كلنا أداء ممتع، مانشيني عمل مباريات قوية جدا، قائمة منتخب إيطاليا بالكامل قائمة كانت مميزة، الفريق دفاعا وهجوما أداؤه مميز رقميا، وكل حاجة كانت بتشير ان ايطاليا من المباراة الاولى هتبقى هي مرشح قوي. يمكن كلنا كنا مرشحين فرنسا طبعا في البداية على الخلفية بتاعت النتائج الاخيرة، لكن ايطاليا اثبتت ان هي على مدار السنتين اللي في الاخر مع مانشيني ان هم منتخب قوي جدا، واعتقد هم استحقوا لقب اليورو، اكيد هيتطوروا وهنشوفهم في مونديال 2022 بشكل مميز. يعني خلينا نروح للنادي الاهلي، يعني شايف مشوار الاهلي ازاي الفترة القادمة طبعا في جدول المباريات؟ طبعا اتحاد الكره يمكن كان قبل كده اعلن موضوع الجدول ده، واعتقد هو كل اللي حصل شويه تعديلات بسيطه في بعض المباريات. النادي الاهلي هيبقى عنده مباريات مضغوطه جدا بعد النهائي الافريقي اللي بنتمنى ان شاء الله ان النادي الاهلي السبت القادم امام كايزر تشيفز يقدر يحسمه. المباريات المضغوطه دي هتبقى قدام البنك الاهلي والانتاج الحربي واسوان وكمان دجله، بشكل كبير هيلعبهم من غير 6 لاعبين اللي هم يكونوا في رحله المنتخب الاولمبي، بنتمنى لهم التوفيق. الامر هيبقى صعب، لكن النادي الاهلي بالتاكيد هو في اي ظروف بيلعب، وان شاء الله يعني ربنا يوفق النادي الاهلي ويوفق الجميع في البطوله. يعني بشكرك جدا ايمن جلبرتو مدير التحرير بموقع يلا كوره. مشاهدينا دي كانت اخبارنا هنا من موقع يلا كوره، عوده ليكم للاستوديو مره ثانيه. شكرا ليكي زميلتنا العزيزه روزان نصر، وشكرا مره ثانيه لتوفيق تغطيه اكثر من رائعه من مراسلين حي متميزين بالقناه. على كل حال كده الفقره الاخباريه خلصت، احنا هنرجع نقول بس واحنا بنختم هذه الفقره مبروك مره ثانيه لينا. امبارح اعتقد احنا اخذنا من المباراه اللي احنا عايزينه، عملنا اداء كويس وفي نفس الوقت اجوال كانت يعني اعتقد ممكن كان نجيب اكتر، بس كانت اجوال مستحقه زي ما قلنا كده، وهنتابع ده مع ضيفنا في الفقره الاخيره. موضوع الفار كان عليه علامه استفهام لكل جول الاهلي يعني بيحصل عليه، ولكن مباراه يعني اخذنا منها، هرجع ثاني اقول الاهلي كان عايزه والحمد لله. والنقطة الأهم إن إحنا ما كانش عندنا أي إصابات، أنت داخل على مباراة مهمة جدا وبطولة في غاية الأهمية، فالحمد لله إن إحنا داخلين كاملين العدد، ما عندناش أي إصابات، كل اللعيبة جاهزة، فبالتوفيق ليهم إن شاء الله هنشوف ماتش حلو وهنحصل بإذن الله على البطولة. فاصل ونرجع نكمل فقراتنا. يا اهلا بكل حضراتكم، عوده من جديد ل 10 الصبح في الاهلي، وفي اول فقره من فقراتنا الحواريه في حلقه النهارده هنتكلم مع بعض عن كره القدم النسائيه. عندنا ومنورانا مدير اكاديميه النادي الاهلي للكره النسائيه، والمناسبه ده اول لقاء ليها وهي يعني تلفزيونيه مش كده برضو؟ كابتن اميره يوسف منورانا، صباح الفل عليك، اهلا بيكي. مشرفه طبعا بوجودي معاكم. شرف لينا احنا، اتفضلي. ده مكانك، ويعني لازم كان الجمهور يعرفوا عن حضرتك اكتر، ويعني بوزيشن قوي، بوزيشن جديد ومش فاميليير، والناس اكيد عايزه تعرف اكتر ازاي ابتديتي وبعد كده فكره كره القدم النسائيه اصلا. ولو هنتكلم بقى الاكاديميه بتاعت النادي الاهلي اكيد فيها كلام كتير عايزين نعرفه. اوكي، بدايتي اصلا في كره القدم النسائيه كانت الستارت بتاعت الكره النسائيه في مصر. كان دكتوره سحر الهواري يعني من الرعيل الاول يعني. احنا تعبنا جدا علشان ننشر اللعبه، كان طبعا دكتوره سحر هي اللي دخلت اللعبه في مصر طبعا، فاحنا كنا حوالي 20 25 بنت في مصر كلها، كانت بتاخدنا في اماكن كتير في المحافظات عشان تفهم الناس ان في كره نسائيه في مصر. لدرجه يعني رحنا مهرجانات وكانت بتدخلنا بين ماتشات بين الشوطين، عملت معانا حاجات كتير جدا علشان تنشر اللعبه. لما بدات تنشرها وبدا ان في الى حد ما رواج وقتها، بدا الناس دي تتقسم لفرق وعلى اساسها عمل الدوري، وكانت البدايه قبل الدوري كان منتخب كمان. بس وانتم في المرحله المبكره من الانتشار كان في مثلا، هل كان في ردود الافعال المجتمعيه،
هل ما كانتش واخداكم على محمل الجديه؟ اكيد طبعا هو يعني حتى احنا لازلنا لغايه الان لقطه التنمر دي موجوده، يعني ده الطبيعي، يعني ده المجتمع الشرقي مش واخد لسه برضو على فكره ان بنت بتلعب كوره، فلسه مش واخدين على النقطه دي، لان مفيش اعلاميا الضوء مش متسلط على الكره النسائيه، فطبيعي الناس مش واخده ان هي تشوف بنت بتلعب كوره، فلازم التنمر. هل اعلاميا ولا هل نقدر نقول سكورز؟ يعني الفريق مثلا عندنا مش بيصل لبطولات معينه او منافسات معينه، فهو ده اللي ما فرضش، ما كانش اصبح امر واقع. انا بحاول ابقى فار، يعني هل نتيجه البطولات والفرق ولا هو ممكن البداية كانت ما كانتش بالقوة زي دول تانية، يعني في دول تانية ابتدت بعدنا بعشر سنين وأكتر، ودلوقتي واخدة ريت تبع الفيفا أعلى مننا بكتير، فإحنا متأخرين. دي حاجة تخص بقى الاتحاد المصري، يعني إمكانيات يعني في الآخر مثلا ممكن ما فيش اهتمام للعبة، يعني هي دي حاجة تخص الاتحاد المصري وتنظيمه للعبة واهتمامه بيها، فطبيعي الاتحاد المصري هو المسؤول عن الكرة في مصر، فطبيعي هو المسؤول ان هو يطور ويعلي ويبقى فيه تجمعات منتخب والكلام ده، فهي دي اللي كانت عائق ان احنا نتأخر كتير. بعدين احنا قعدنا من اربع او خمس سنين ما عندناش تجمعات منتخب، فده خلانا ان احنا الريتس بتاعتنا بتاعت الفيفا طب راحت في حته ثانيه خالص، يعني هي دي المشكله. حلو جدا. طيب لو احنا اتكلمنا مش عن اللي فات، اتكلمنا عن الوضع دلوقتي، احنا عندنا كوادر رائعه، عندنا دلوقتي اهتمام، الثقافه ابتدت تتغير، ف وير وي ستاند زي ما بتقال، او احنا فين دلوقتي واللي جاي هيبقى شكله عامل ازاي؟ كمنظومه الكره النسائيه اكيد انا ما اعرفش، يعني هي حاليا في الاتحاد في لجنه مؤقته، في هيبقى في لجنه منتخبه في الفتره اللي جايه، اكيد هيبقى ليها بلان، واللجنه الحاليه طبعا ليها بلان. انا يعني احنا لسه مستقلين من، انا كنت عضو في لجنه شؤون كره القدم النسائيه من شهر. تمام. طبيعي في بلان وفي حاجات هم بيشتغلوا عليها، الى حد ما دلوقتي في انتشار عن 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 كذا سنه فاتت، الثقافه اختلفت طبعا، في اكاديميات كتير عملت قطاعات ونزلت واشترت فرق ونزل بيها دوري، وغيرت كمان من شكل الكره النسائيه، طورتها جامد، يعني هي بصراحه التطوير كان من جهود ذاتيه اكتر. اوكي. يعني جهود خاصه، فنتمنى يكون الـ 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 التطوير من داخل المنظومه الكرويه بتاعتنا. طيب تعالي نرجع لبدايتك انت شخصيه مع طيب. كره القدم، هل كان في صعوبه مثلا في ان انت تقنعي اسرتك بان انت تمارسي كره القدم؟ يعني بدايتك معاها جت ازاي؟ وخصوصا ان انت كمان ما اكتفيتيش بكونك لاعبه، انت كمان خدتي مجموعه من الدورات التدريبيه برضو، الى اي درجه كان الموضوع ده مفيد بالنسبه لك؟ هو بصراحه والدي ووالدتي عمرهم ما اعترضوا على حاجه زي كده طبعا، الله يرحمهم. بالعكس، والدي قبل ما يبقى في كره نسائيه كان بيشوفني اكيد بلعب كوره فور فان، كان يتمنى ان انا امارسها بشكل رسمي، بس ما كانش فيه وقت. والدتي كانت بتروح معايا في كل حته، يعني ماتشات، تمارين، توصلني، تجيبني لغايه سن معين، طبعا لما كبرت لا سابتني، فهم كانوا سبورتيف جدا معايا. كنت بتروحي نادي الطيران ولا كان قبل نادي الطيران؟ اول نادي كنت فيه كان نادي المعادن المصريه. تمام. وطبعا كان فيه الطيران، وكان فيه السيده زينب، وكان فيه سموحه، وكان فيه الاسماعيلي، وكان فيه في المنوفيه، لا كان عندنا فرق كتير زمان يعني. طب انا ليه يعني مستغربه شويه الثقافه الموجوده، لان يعني معلش ايه الفرق بين كره القدم حتى وألعاب القوة؟ يعني ألعاب القوة المرأة دخلتها وبقت بطلة كمان ورفعت اسم بلدها، وإحنا هنتكلم عن مصر إحنا عندنا أسماء زي كده، إشمعنى كرة القدم لسه الثقافة تقول لك دي حكر على جنس معين من الناس؟ دي حقيقة، مع إن هي لعبة زي أي لعبة. إحنا عندنا ألعاب يمكن أعنف منها بكتير، بس هي كونسبت إن إحنا ابتدينا يمكن متأخر شوية. الكرة الرجالي بقى لها من قديم الازل يعتبر هنا في مصر، هي اللي واخده الشعبيه الاولى، فلما يجي على سنه 94 وكان الانتشار برده ما كانش بالقوه الكافيه، فطبيعي ان احنا هنستغرب، يعني كل الناس لا انا شايفه ان الراجل هو اللي بيلعب كوره، مش شايف ابدا البنت بتلعب. هل جزء من مرجعيه
المفهوم الشعبي لممارسة المرأة للرياضة. تعالي نتكلم عن كرة القدم بصفة خاصة، هل ليها علاقة بأي حال من الأحوال بفكرة مثلا أن إحنا في العالم العربي يمكن عندنا شوية تحفظات فيما يتعلق بملابس مثلا المرأة في منافسات رياضية معينة، بس حتى لو ده طب ما ده في جمباز وفي بالي مائي وفي حاجات بالزبط. حتى طبيعة لبسها يمكن أقوى شوية كمان من ملابس. لا موضوع اللبس ده ما كانش، ما أعتقدش أنه هو عائق، بس هي الكونسبت أن البنت بتلعب كورة. لا انا طول عمري شايف ان الولد هو بس اللي بيلعب كوره، خلاص ما يبقاش يشوف يعني متضايق او استبداد، يعني حاجه اسحبوا مننا كره القدم كمان، حاجه مستفزه جدا ان انت يعني بتتكلم بهذا المنطق. بس يعني لكن يعني البنات لا عندهم مواهب طبعاً مش طبيعيه مش طبيعيه. البدايه خالص في عالم كره القدم النسائيه كان من اي دوله؟ لا بصراحه حاليا مش متذكره الـ بس عموما اوروبا طبعاً امريكا طبعا. وعلى فكره من 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 زمان يعني من سنه 1920 حاجة كده يعني من زمان جدا. يا احنا الدرجة دي متأخرين جدا جدا. وفي أفلام وثائقية لا 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 كان في أفلام وثائقية عنهم وكان ليهم لبس معين وطبيعة معينة ولا لا يعني الموضوع من زمان. طيب خلينا نتكلم برضو في اللي جاي ونقول خلاص احنا دلوقتي نتكلم عن أكاديمية النادي الأهلي كرة النسائية، خلينا بقى نعرف من حضرتك تفاصيلها أكتر عشان برضو الناس اللي حابب يعرف عايز ودي بناته. هي الفكرة كلها النادي الأهلي طبعا حاجة كبيرة جدا ان هو يعني ياخد الخطوة المهمة دي، فالنادي الأهلي هيبقى ليه دور بارز جدا جدا في تطوير الكرة النسائية لمجرد اسم النادي الأهلي بشعبيته باحترامه للمجتمع، هيزيد حتى احترام المرأة كمان للمجتمع يعني بدون أي حاجة. فالحمد لله الخطوة اتخذت انه ينشئ كرة نسائية، فهو في بلان موجودة في النادي، بس البلان دي هتبقى على المدى الطويل شوية. هنبتدي واحدة واحدة، ان النادي الأهلي عموما لا يمكن ان هو يدخل في حاجة مش دارسها كويس ومش فاهم أبعادها طبعا بالزبط. أكيد وكمان لازم تنجح، ان الأهلي كيان واحنا طبعا متعودين ان دايما الاهلي في 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 مكان تاني افريقيا وعالميا، فطبيعي جدا انه هنبتدي الموضوع بستبس معينه. هنبتدي الاول باكاديميه لغايه ما نشوف الستب اللي بعدها. هنبتدي كمان بالفرع الرئيسي بالنسبه للاكاديميه، هيكون فرع مدينه نصر، وده هتكون البدايه منه من 1/8 1/8 يعني بعد العيد هيبتدي فتح باب الاشتراكات من داخل اعضاء النادي ومن خارج الاعضاء. والاختبارات هتبدا امتى؟ لا هو الاكاديميات ما بتبقاش اختبارات، ما فيهاش اختبارات. هي اي بنت عايزه تمارس كره القدم من سن 2016 لغايه 2009 حاليا. اوكي دي المرحله الاولى من 2016 ل 2009 احنا موجودين. مواليد يعني مواليد أوكي. فاحنا موجودين طبعا، اكيد النادي هيعرض الايام وهيعرض التوقيتات، فاحنا موجودين للخدمه لاعضاء النادي ولخارج اعضاء النادي. يعني من اول سن 14 سنه تقريبا لا أصغر كمان. من سن 2016 يعني بنتكلم في 5 سنين. اوكي انا عكست اوكي بالظبط لغايه 14 بس لغايه 2009 2009 يعني بنتكلم في 10 سنين او 11 سنة. لا ما تحاوليش تسالينا في ارقام يعني الصبح. هنحاول عجبني الموضوع. لا وبتبص لنا مستنيه نساعد يعني اي حاجه مساعده ما تسيبونيش لوحدي يعني احنا الصبح بنبقى يعني يعني يا ريت ما سالتك السؤال ده يا ريت انت كمان بتسال اسئله. انا مش عارف انا بحبك. هو الناس فاهمه الناس هي بتفهمها مع نفسها. عايز اغير الموضوع نغير الموضوع. طيب بالنسبه بقى لدور الكام مدربه كمان حضرتك الى جانب ممارستك لكره القدم كمان دربتي صح كده او دربتي شباب وشابات حقيقة. كان في صعوبه في تدريبك للشباب او كان في صعوبه في تقبلهم لفكره ان مدربه اللي هتدربنا مش مدرب ولا الدنيا مشت بنفس الوقت؟ هقول لحضرتك على حاجه احنا كل ما الاجيال يعني كل ما الوقت بيعدي الاجيال بتتطور. اوكي فاحنا بقى عندنا الجيل ذكي جدا ففاهم فعلا هو بيستفاد او مش بيستفاد بصرف النظر عن مين الشخصيه اللي بتمرنه. هي اهم حاجه في مكونات في المدرب كاريزما وشخصيه وعلم وانتفاع، فهو طالما اللاعب لقيها بصرف النظر عن كونه ولد او بنت فخلاص هيرتضي بالامر الواقع. طب انت شخصيا لقيتي صعوبه في توجيه اللاعبين اكتر من اللاعبات او العكس؟ لا خالص
خالص، بالعكس البنات ملتزمين اكتر. لا متدلعين شويه. الله. يعني البنوته لما بتلاقي لما بتلاقي كوتش معاها بتسمع كلامها طبعا وكل حاجه يعني اكيد، بس هي طبعا ايه لازم تتدلع شويه، ولازم يكون في الفه بين المدربه والبنات. الولاد بياخدوا الموضوع على محمل الجد جدا، لان هما شايفين ان طالما بنت بتمرنهم يبقى هي البنت كواليفايد كفايه طبعا. ان هو يسمع لها. لكن مثلا بالنسبه له لا، الرجاله او الكوتشز الرجاله كتير، فطالما بنت بتمرني فانا مقتنع ومستوعب وشايف في ارض الملعب ان في حاجه مختلفه. فطبيعي بيبقى كونسنتريتد قوي قوي مع يعني مع البنت يمكن اكتر. عندنا نماذج كتير موجوده في مصر بنات مرنت اولاد وفريق اول، عندنا النماذج دي موجوده يعني مش انا لوحدي. ممكن اقول لك على حاجه انا قلتها قبل كده في البرنامج كذا مره يعني، بس انا كنت بلعب في نادي الطيران مع صحر الهواري فتره بس ما كملتش. فعلا؟ والله كملتش. كان عندي ابتديت بس ابتديت كبيره، ابتديت عندي 13 سنه وبس ما كملتش. المفاجاه دي. لا بس انا بعرف العب كوره والله. فعلا؟ نبقى نجرب مع فريق الشمس في النادي. يلا. خليني اسالك عن حضرت كذا مؤتمر للاتحاد الدولي للفيفا، فخلينا يعني برضو ناخد الاكسبيرينس او ايه اللي انت استفدتيه وازاي ممكن برضو نفيد بيها. الفيفا او الكاف عموما المنظمتين دول بيهتموا اهتمام مش طبيعي بالرياضه النسائيه وطبعا كره القدم النسائيه يعني. فالناس دي بتهتم جدا 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 بانه في بنات كواليفايد في حاجه، اذا كان اداريا او فنيا او اللعب عموما، فهم اوريدي بيهتموا بالجزئيه دي جدا. فلكي ان تتخيلي ان حضرتك بتبقي موجوده في مؤتمر فلاقيه السبوت كله عليك انت لمجرد ان انت حاجه تبع الرياضه الكره النسائيه. كان من ضمن المؤتمرات ان انا كنت واخده دبلومه تبع الاتحاد الدولي اسمها سي اي اس، الدبلومه دي متخصصه في السبورتس مانجمنت. فطبعا كان ليها مديولز كتير اخذناها على فترات، فطبيعي كان في انيفرسري يعني بمناسبه ان هي عدت 10 سنين. تمام. فطبعا اخذوا استضافوا مننا كما عنصر عشان نبقى جيست سبيكر في المؤتمر ده، وازاي نعرض ازاي استفدنا من الكورس ده في حياتنا العمليه. فوقتها طبعا انا طلعت ببرزنتيشن لطيفه انه لا ال 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 الدبلومه دي فادتني ازاي بكل تفاصيلها. اختلفت معايا طبعا، اكيد بتاخدي اكسبيرينس افضل، بتتشافي بشكل احسن، بيبقى مستوى علاقاتك بيبقى يعني بيوسع. طبعا بتقابل ناس كتير فممكن تتكلم معاهم فتستفاد اكتر بمعلومات، لان الناس اللي موجوده قويه جدا اذا كانوا مصريين او مندوبين تبع الفيفا. جميل. حاجة طبعًا مهمة جدا طبعًا الحقيقة. طبعًا طب برضو ما عرفناش منك بقى كواليس توليكي لمنصب مدير أكاديمية الأهلي للكرة النسائية. طبعا دي جت ازاي؟ بوزيشن ده كبير يعني جداً. كبير جدا وان شاء الله ابقى قد المسؤولية ليه. الكواليس انه هي يعني انا ما اعرفش اللي حصل ايه بين مجلس الإدارة ولجنة التخطيط الكواليس بتاعتهم، فأكيد اتعرض عليهم سيفيهات. فالحمد لله وقع الاختيار عليا، فكلمني شخص من النادي انه كابتن زكريا او كابتن شطه محتاجين انه يقعدوا معاكي علشان كذا كذا. فانا طبعا يعني قلقتي اكتر ما فرحتي ولا فرحتي اكتر ما قلقتي؟ هو تحدي كبير. هو تشوف بصراحه كان ما بين الفرح وما بين القلق وما بين المسؤوليه طبعًا. وما بين ان هو يعني الواحد اصلا في حياته كلها بيجتهد وبياخد كورسز وبيتعلم علشان يوصل لحاجه كبيره. فانا بالنسبه لي الاهلي يعني الموضوع منتهي، ده الطب او الطب عندي يعني انا مش محتاجه حاجه بعده. فطبعا رحت طبعا واتكلمت مع كابتن شطه، هو شخص اب يعني. ايوه حقيقي بجد. لا يعني هو اب راجل جميل تمام. الناس كلها المنظومه كلها بتتعامل يعني معايا انه هم عايزين يساعدوا، هم بس عايزين يساعدوا يعني بس يعني كل الناس اللي موجوده من مدير مالي لمدير فرع لكابتن شطه شخصيا ناس مش طبيعيه.
بجد يعني حسيت بروحها مش طبيعيه ان انا داخله، مش حاسه ان انا هبقى داخله على حاجه جديده ولكن فيها تحدي وفيها في نفس الوقت دعم كبير جداً من كل الافراد. كويسه جدا. تمام. فطبعا قعدت مع كابتن شطه وبدانا نحط البلان المبدئيه كستراكشر للمكان وهنفتح امتى الاشتراكات والحاجات اللي هي البسيطه دي مبدئيا. واكيد طبعا الفتره الجايه هيبقى لينا اعداد كتير عشان نبتدي نكمل البلان. ودي البدايه، احنا بنتكلم في لسه اكاديميه، نخش بقى على الناشئات بالظبط ان شاء الله. وان شاء الله فيرست تيم باذن الله. فطبعا عشان نبقى جاهزين للنقطه دي فاحنا بنحضر يكون لنا قطاع، يكون لنا مواهب طبعا. ناسس، ندي دورات للمدربات الاداريات، لانه عايزين نتارجت بشكل اقوى ان الناس اللي تبقى شغاله بنات. كفايه بقى يا جماعه، هي لعبتنا واحنا اولى بيها. بصي انا هتفق معاكي على حاجه بقى، هتفق معايا حلو، احنا اولى بيها. الوقت خلص ولكن وعدينا ان احنا اول ما تبتدوا ان شاء الله هنيجي نصور معاكم تقرير خارجي، وهيبقى اول تقرير هيتعمل في قناه الاهلي باذن الله، ونصور الاكاديميه ونشوف التفاصيل ونعمل لقاءات مختلفه، ويا ريت طبعا يكون في عدد كبير من المتقدمات. وانا واثقه اكيد ان ده كابتن اميره. شكرا لك كابتن اميره، نورت الدنيا كلها وموفقه يا رب ان شاء الله في اللي جاي كله. ميرسي ميرسي. هنطلع فاصل يا حضرات ونرجع عشان نبتدي مع حضراتكم تاني واخر فقرات الحواريه في حلقتنا النهارده. اتفضل. قلنا خلاص العشرة يا أهلي، وبإذن الله كده يعني نخلص السبت ونقول الحداشر يا أهلي، هو ده الحال اللي احنا دايما متعودين عليه. ولكن لو هنتكلم عن المهمة المحلية، هي خلاص تمت بنجاح مؤقت في مشوار الحفاظ على اللقب هنا بفوز عريض جدا كان على مصر المقصة، رباعية مقابل هدف، وشفنا قد إيه كانت الأهداف جميلة، ده غير اللي كانت ملغية يعني، بس مش مشكلة. خلينا دلوقتي نركز في العشرة يا أهلي، وبنستعد أكيد لمواجهة كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا اللي هيكون السبت الجاي بإذن الله. خلينا ننور لا نرحب بكابتن إيهاب جلال. اللي منور. الله يخليك. أنا أشكرك جدا. صباح الخير. صباح الخير يا هوان. صباح الخير يا كريم. نور الدنيا سعادة بوجود حضرتك معايا. أنا سألت حضرتك يعني إحنا اتقابلنا أكيد كتير في النادي الأهلي، بس يعني فعلا كان بيدخل جوال في حضرتك بجد مستحيل. مش قوي يعني. انا برضه بقول معقول. هيدخلوا مين يا فندم؟ هيدخلوا مين؟ معقول. اللهم صل على النبي. الله يخليك. اشكرك. سعداء بوجود حضرتك معانا. الله يخليك. تعالى بقى نبتدي كده بالترتيب، تعالى نتكلم محليا وصولا الى مشوار العشره. كيف رايت المجموعه الاخيره من مباريات النادي الاهلي، سواء مثلا السموحه، مقاولين العرب، انتهاء طبعا بمباراه مصر المقصه؟ بص حضرتك، النادي الاهلي معودنا او احنا متعودين في النادي الاهلي ان احنا لازم كل مباراة أو كل بطولة نخشها لازم نكسبها، ده طبيعي جدا في النادي الأهلي، احنا متعودين على كده، وده الحال اللي بيلعب في النادي الأهلي لازم يكون على طول تحت ضغط من الجماهير وإدارة وبطولات، لازم كل حاجة لازم ناخدها بمحمل إن احنا لازم نكسب كل مباراة أو كل بطولة لازم نخشها، وده حال النادي الأهلي وده طبيعي جدا. واللي بيلعب في النادي الأهلي متعود على كده وعارف الأسلوب بتاع النادي الأهلي إيه اللي بيحصل فيه. فأنا شايف إن النادي الأهلي في الخمس ست ماتشات اللي اتلعبت في الدوري العام خدها بطريقه بشكل كويس جدا، كل ماتشات كسبها، وده بينعكس على طريقه اللعب اللي هو بيبص على طريقه المباراه النهائيه بتاع كايزر شيفز اللي هيتلعب يوم السبت الجاي ان شاء الله. وده مهم جدا ان هي بروفات مهمه جدا، بالذات ماتش المقاولين والماتش بتاع المقاصه، لان اعتقد ان كايزر تشيفز بيلعب زي طريقه المقاولين العرب، وده مهم جدا ان الجهاز الفني يقف على الطريقه اللي ممكن يقابل بها الفرقه اللي هيلعبها دي، لان هي مباراه واحده مفيش غيرها، لان طبعا لازم تنتهي في الوقت بتاعها طبعا، يعني مفيش مباراه ثانيه زي السنه اللي فاتت او كده. فالنادي الاهلي مركز في الحته دي، وانا كنت مبسوط جدا ان ماتش المقاولين اتلعب كبروفا نهائيه للمباراه النهائيه لافريقيا ان شاء الله، وتبقى العاشره ان شاء الله للنادي الاهلي، ونتبسط كلنا ان شاء الله، لان اعتقد ان انا شفت فرقه كايزر تشيفز ديت بتلعب زي طريقه المقاولين العرب بالظبط، يعني مشابهه شويه جدا. فانا شايف ان دي بروفا كويسه جدا، ومباراه امبارح كانت مباراه كويسه جدا بتاعت المقصه، النادي الاهلي لعب فيها عمل مباراه هايله جدا. احنا كنا بنتفرج، انا كنت بتفرج في النادي الاهلي امبارح بالليل، كان جماهير كتير جدا قاعده ومستنيه المباراه. فانا شايف ان الماتشين دول بالذات كانوا بروفا كويسه للمباراه النهائيه ان شاء الله، يعني ان شاء الله. بس في كلام كتير عن امبارح تحديدا عايزين نتكلم فيه، كان في مشاهد كمان حلوه عايزين نعلق عليها، بس خلينا نبدا بالماتش نفسه. يعني حضرتك ما لاحظتش مثلا ان كل جول كان بيجي للاهلي؟ انا مش هتكلم على الملغي خلاص، احنا هننسى هنسامح، بس
كل جول بيجي كان لازم الفار يرجعوا ليه، هل ده طبيعي ولا لا؟ مش طبيعي، انا شايفه مش طبيعي. طبيعي كده يعني، شوف حضرتك الماتش النهائي بتاع امبارح، الحكم ما خدش مفيش فار خالص. يعني انا مش فاهم ليه احنا طب ماشي اوكي في فار، احنا ليه بنقعد بتاع 5-6 دقايق في الفار؟ صحيح. ليه صحيح. انا امبارح فوجئت جدا ان الشوط الاولاني من المباراه بتاعت المقصه مدي 5 دقايق، ده غير طبيعي. يعني غير طبيعي ان حكم يدي 5 دقايق في الشوط الاولاني، مع ان مفيش حد اتصاب او حد او المباراه وقفت، غير كل جول يجي يقول لك فار، كل جول يجي يقول لك فار. انا مش فاهم ليه المشكله فيها. وياريت الفار بيقول قولوا ما كما ينبغي، تحس ان الفار محتاج فار مساعد اساسا. حقيقي والله يعني فعلا، يعني هي كانت اوفر جدا امبارح، وانا مش عارف يعني ليه بيحصل الفار، ليه بيقف كتير، انا ليه مش فاهمها. يعني هي بتبقى يعني ما تجيبش دقيقه، يعني ما تجيبش دقيقه، انت بتقعد بتاع 3-4 دقايق عشان تشوف. خصوصا في جوال بالعين مش محتاجه فار، يعني شفناها امبارح برده. انا في حكام بتقول لك انا ما حدش من الفار يكلمني غير لما انا اعوز ان في حاجه كويس، بيكون حاجه كويس. وفي حكام كتير جدا في الدوري المصري بيعمل كده، انما انا امبارح شفت كتير جدا ان الفار بيقف كتير جدا. طبعا. ليه انا مش فاهم، وكل جول يجي يقول لك فار، كل جول يجي فار ويتلغي، وضربه الجزاء حاجات غريبه جدا. يعني المفروض الموضوع بتاع الفار ده هو ده مساعد للمباراه، مساعد للمباراه، مش على المباراه. يعني انا بشوف الفار حمل على المباراه. يعني لازم الفار ده يكون عامل مساعد للحكم في المباراه. صحيح. واحد اتنين خلاص خلص الموضوع، يا تحسب يا ما تحسبش خلاص. بس انما اللي احنا بنشوفه كتير بصراحه كان كتير جدا امبارح، ورغم ده كان ممكن نجيب اجوال اكتر بكتير برضه. يعني اعتقد كانت تخلص اكتر من يعني النادي الاهلي كان ممكن، انا قبل المباراه بنتهي انا قلت بصراحه الاهلي ممكن يكسب 3-4، يعني كان ممكن يكسب اكتر من كده. هو الاداء كمان بعيدا عن الاهداف والسكور اللي اتحقق، الاداء المحترم الراقي للنادي الاهلي في اخر كام ماتش بطبيعه الحال اكيد هيبقى له انعكاسات ايجابيه على الحاله النفسيه والمعنويه. حقيقي. وحجم الثقه بالنفس عند لعيبه النادي الاهلي، لكن هيبقى له مردود عكسي عند لعيبه كايزر تشيفز اللي اكيد برضو هيشوفوا فيديوهات الماتشات. متابعين طبعا، متابعين جدا، بيتابعوا لايف كمان. بص حضرتك متابعين، لان النادي الاهلي اسم كبير جدا في افريقيا، اسم كبير جدا في افريقيا. طبعا. فالناس دي كلها عارفه كده. والنادي الاهلي لو انت هتحسب بطولات النادي الاهلي في افريقيا، هو اكتر نادي في افريقيا واخد حصل على بطولات. فالموضوع هم عارفين جدا النادي الاهلي، وبيحترموا النادي الاهلي جدا، واحنا طبعا بنحترم الفرق اللي قدامنا عشان نقدر نكسب او نقدر نتعامل معاهم، فلازم نحترم الفرق اللي قدامنا. انما النادي الاهلي اسم كبير جدا جدا جدا، والناس دي عامله حساب النادي الاهلي، انت عامل حسابه مثلا 100%، هم عاملين 1000% ليك. فطبعا يعني اصل دلوقتي الكوره بقت واضحه، يعني انت عارف انا بلعب ازاي وهو عارف انا بلعب ازاي، فالامور واضحه. هي التفاصيل الصغيره اللي جوه المباراه هي دي اللي بتخليك تفرق عن الفرق اللي جنبك. بس بصراحه لو هنتكلم بقى تفصيليا اكتر، واداء النادي الاهلي او شكل النادي الاهلي، لا هو اتغير بشكل كبير جدا وتحسن على يد موسيماني قولا واحدا ده لازم يتقال. يعني كابتن جلال، وفي نفس الوقت برضو بقى في تناغم اكتر، بقى كل لاعب بقى امكانياته ظاهره اكتر. اللي حصل امبارح فكره يعني محمد شريف حاجه رائع، محترمه رائع، ورائعه رائع. جول قفشه جميل رائع. حسين الشحات كان رائع برده امبارح. يعني بجد في تقدم كبير قوي في اداء اللعيبه. ليه؟ لان اللي حصل من الجهاز الفني بقى يعمل روتيشن مع اللعيبه، بقى كله بيلعب. يعني انا يعني اعتقد ان ال 30 واحد اللي في ال 30 لعيب في النادي الاهلي، اعتقد ان كلهم لعبوا، فما فيش مشكله ان حد ده يلعب او ما يلعبش. ولما بينزل بيأدي بطريقه سلسه جدا وكويسه جدا بطريقه النادي الاهلي. فانا شايف ان اللعيبه محمد شريف ابتدى مستواه يعلى جدا، ومن هدافين الدوري دلوقتي هو وياسر ريان. يعني انا مبسوط جدا ان الولد ده فعلا مجتهد جدا، ولد لعيب كويس، ويتغير ما يتغيرش ما فيش مشكله بالنسبه له. لا ما هو التغيير ليه برضو، عشان النقطه دي ناس قاعده تتكلم فيها. أيوة انت مش بتغير عشان هو اداؤه مش جيد، انت بتغير عشان تريح، عشان تخلي حد تاني ينزل، عشان يعني ماتشات كتير. ما هو ده احنا شفنا كان لازم ينزل محمد دهاني عشان نطمن عليه. أيوة. كان كهربا برضو لازم ينزل. صحيح. صلاح محسن، الكلام ده كله كان مهم. ده اللي الجهاز الفني حضرتك بقول له بيعملوه دلوقتي، ان يريح اللعيبه وفي لعيبه ثانيه بتلعب. عشان كده اي حد بيلعب في المباراه ما بتحسش ان هو غريب او بقاله كتير ما بيلعبش، كله وده بيأثر على الهارموني اللي ما بين اللعيبه وبعضها. برافو عليك، ده شيء رائع وده شيء جميل اللي الجهاز الفني بيعمله. على ذكر النادي الاهلي، انا هاخدك بس لمنطقه ثانيه وبعد كده نرجع نكمل كلامنا، سواء على الدوري المحلي او على مباراه كايزر تشيفز المرتقبه. النادي الاهلي بحجم ثقل هذا الاسم، وحضرتك كنت حارس مرمى النادي الاهلي في وقت من الاوقات،
فكره ان انت تبقى واقف في ارضيه الملعب بتحرس عرين النادي الاهلي وفي جماهير ايام ما كان في جماهير بقى طبعا عماله تهب وعارف ان في ملايين الملايين بيتابعوك صحيح ايه الثبات الانفعالي اللي لازم تكون عليه عشان تعرف تادي دي حاجه تخض لا بص حضرتك انا عشان متربي في النادي الاهلي الكلام ده ينعكس على لعيب لسه جاي جديد للنادي الاهلي انما انا متربي انا من عندي 10 سنين في النادي الاهلي فواخد على الاجواء انا واخد على يعني انا كل مراحل السنيه في الناشئين انا ما خسرتش بطوله خالص فانا متعود ان انا اخد بطوله ولما اتعادل مباراه بيبقى يوم مش كويس بالنسبه لينا كلنا فانا بالنسبه لي انا او الزمايل اللي كانوا معايا من واحنا صغيرين جدا زي حسام وابراهيم مثلا كلنا متربيين في النادي واحنا عندنا 10 سنين تقريبا يعني فواخدين على الوضع واخدين على الاجواء يعني كنت تشوف الكابتن خطيب الكابتن مصطفى عبده كرامي ثابت مع حفظ الالقاب طبعا فعلا حاجه تخض تخض فعلا وبعدين حراسه المرمى بصفه خاصه لان عاده صعب. اي حاجه بتحصل يلبسوها للجول 50% على طول يعني. عارف لو لعيب عادي اهو بتتعكز على اللي جنبك بتتسند على اللي قدامك بيمشي لكن حارس المرمى ليه وضع شديد بالخصوصيه بيخش فيه جون حتى لو مش منه يقولوا حارس المرمى ودي انا 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 كمدرب حراس مرمى دلوقتي انا بعمل برضه نفس الكلام حارس المرمى المسؤول 100% عن حراسه المرمى حتى لو الجول مش منه برضه بيبقى ليه مسؤوليه في مسؤوليه ليه في مسؤوليه ليه وده لازم تتعالج في التدريبات او تتعالج في المباريات لان انا شايف من وجهه نظري ان حارس المرمى زي ما راس حربه بيجيب جول وبيضيع جول ماشي تمام جدا حارس المرمى لازم يمنع جول وبيخش فيه جون عادي جدا مفيش مشكله انما انا شايف ان اي حارس مرمى بيخش فيه هدف بيبقى فيه جزء دي من مسؤوليه حتى لو مش مسؤول عنه هي. انا من وجهه نظري انا كمدرب حراس مرمى علشان يقدر في يحصل التطور بالنسبه لحارس المرمى ويحصل في تطور في مستواه لو انا استغنيت عن الحته دي يبقى مفيش تطور مفيش تحسن المستوى فده مهم جدا وفعلا زي ما حضرتك قلت كده النادي الاهلي صعب جدا في ان تقف حارس مرمى وتنقذ حاجه كبيره للنادي الاهلي ده شيء كبير لان عندك ملايين كتير جدا من طبعا. الناس بيشاهدوا وده صعب جدا وكل واحد دي راي يعني كل واحد دي راي من الملايين دي شوف بقى كم راي بينعكس على حارس المرمى ده مشكله كبيره يعني طب بما احنا ذكرنا بقى حراس المرمى نخش على الاهلي وبمنتهى الصراحه يعني مش هسال الاسئله التقليديه راي حضرتك ايه في حراس المرمى هنقول كويسين ده اكيد انا بتكلم بشكل يعني اكتر تفصيلا حاجات فنية. دلوقتي محمد الشناوي يعني اثبت نفسه بجداره أيوة. عظيمه وزي ما بيتقال عليه من الجميع بصراحه أيوة. يعني حارس مرمى مصر الاول اذا ما كانش افريقيا طيب تعال نروح مع حضرتك للبدلاء نتكلم عن علي لطفي ومصطفى شوبير كابتن جلال ازاي بتشوف يعني علي لطفي اداء بما كمان ان احنا هنتكلم او لو رجعنا للماتش بتاع الاهلي والزمالك وتالقه اللي كان غير متوقع للبعض انا هقول للبعض ومدى استعداده دلوقتي لخوض المباراه او مثلا نقدر نقول بشكل اساسي لمباريات مختلفه او بطولات مختلفه بص حضرتك علي لطفي من حراس المرمى جيدين جدا وانا مرنته في انبي وانا اللي لعبته في الدوري الممتاز علي لطفي المشكله بس ان لازم حارس يلعب ودلوقتي الشناوي هو رقم واحد في مصر ولازم هو اللي يبتدي هو اللي على طول لازم يكون متواجد لان عشان برضه عنده منتخب مصر ورايح دلوقتي كمان الاولمبياد فالطبيعي جدا ان لازم حارس مرمى يلعب الطبيعي تاني ان الحارس التاني او التالت لان انت راجل محترف وبتاخد فلوس على الموضوع اللي انت شغال فيه فلازم تبقى جاهز لاي وقت في اي مرحله تلعب فيها تبقى جاهز وما تبقاش وحش ده مهم جدا كالاحتراف انا بتكلم على واحد محترف محترف يعني انت راجل جاهز في اي وقت بتلعب وما فيش يعني ما تحسسش الناس انك انت ما بتلعبش ده مهم جدا 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 بالنسبه للاعب المحترف وبتلعب في النادي الاهلي يعني في اي وقت ممكن تلعب فعلي لطفي اثبت ان هو بصراحه من حراس المرمى الجيدين بدليل ان هو لعب ماتش الزمالك وبقى له كان فتره كبيره جدا ما بيلعبش اثبت وجوده وصد ضربه جزاء وكان عامل اساسي ان احنا كسبنا المباراه ده مهم صحيح. جدا ده مهم جدا انا اتبسطت جدا في مباراه المقاولين لما نزل مكان الشناوي عشان الشناوي برده يريح شويه وعلي لطفي لعب وكان في الشوط الثاني كان هايل جدا جدا ما حسيتيش انا كمدرب حراس مرمى او مدرب او فني ما حسيتش ان في اي خطوره وفي في اي قلق ما اتغيرش برافو عليك يعني ما انا ما حسيتش ان علي لطفي انا حسيت ان هو يعني لو دخلت انا على الشوط الثاني بس افتكر ان هو كان بيلعب من الشوط الاولاني ده مهم جدا لان اما بتخش الشوط الثاني او بتخش مكان لاعب مصاب المشكله بتبقى شويه فيها قلق شويه
بس انا ما حسيتش كده مع علي لطفي بصراحه في المباراه في المباراه دي. هنستاذنك هنطلع فاصل ولما نرجع طبعا هنكمل كلامنا. انا بس ايه كان عندي يعني تعقيب على الكلام بس هاجله بعد الفاصل عشان ناخد وقتنا في الاجابه. هنطلع فاصل ونرجع نكمل كلامنا. اتفضل. يا اهلا بكل حضراتكم، عوده مره ثانيه ل 10 الصبح في الاهلي، وضيفنا اللي منورنا كابتن ايهاب جلال حارس مرمى النادي الاهلي السابق ومدرب حراس المرمى، واللي قبل ما نطلع الفاصل الاخير ده كنا بنتكلم او نهاوند كانت بتتكلم معاه في تفصيله جاهزيه حراس المرمى الثاني والثالث طبعا علي لطفي ومصطفى شوبير، وهو الحقيقه يعني جاوب بشكل وافي على السؤال ده. بس وحضرتك بتتكلم وانت بتجاوب نهاوند على السؤال انا سرحت في تفصيله كده نفسيه بشكل بحت. احنا اتكلمنا عن جاهزيتهم اللي تم اثباتها لما استدعى الامر ولما حد منهم اضطر ان هو ينزل او نزل بديل عن الشناوي في وقت من الاوقات، اطمنا على حجم جاهزيته. لو انا حارس مرمى ثاني او ثالث لاي فريق بعيدا عن النادي الاهلي بشكل عام بكلمك من حيث المبدا، لو انا حارس مرمى الثاني او الثالث وحجم جاهزيتي ما تقلش باي حال من الاحوال عن جاهزيه الحارس الاول، ولكن انا قعدت بالسنتين والثلاثه ما بلعبش وما بشوفش نجيله ملعب نظرا لتالق واستمراريه تالق الحارس الاول، مهما كنت انا بتدرب وبفني نفسي في التدريب الى اخره، مش ده برضه بيبقى له انعكاس سلبي الى حد ما على الحاله النفسيه، ممكن تهز ثقه الواحد في نفسه. صحيح صحيح. طب بيبقى حلها ايه؟ هل لازم يتعمل معاهم روتيشن زيهم زي بقيه اللعيبه؟ ولا البقاء للاصلح والاستمراريه معتمده على حجم تالقهم؟ بص حضرتك بتتوقف على المدير الفني الموجود او مدرب حراس المرمى الموجود، يعني ايام الكابتن ثابت والكابتن اكرامي كانوا الاثنين جاهزين جدا والاثنين كويسين جدا، فده كان بيلعب شويه وده يلعب شويه، مفيش مشكله خالص، الا بقى لو حد اتصاب فالتاني بيبتدي يلعب، انما مش كتير قوي هتلاقي الحارس الثاني زي الحارس الاولاني، مش كتير، هتلاقي فيه فرق شويه، انما الحارس الثاني ممكن يكون كويس جدا وهو شايف ان هو مش قادر يلعب او نفسيا هيقع او هيبعد عن الملعب كتير، فبيضطر انه يشوف له اعاره او نادي تاني يلعب فيه، ده مهم جدا، ده هو شايف من وجهه نظره هو ان انا لا اقل عن الحارس الاولاني، فابتدي اشوف اعاره او اشوف نادي تاني العب فيه، وده مهم جدا. يعني في كتير جدا من زي مثلا احمد عادل في النادي الاهلي لما لقى نفسه بعيد شويه قال لك لا لازم عايز العب وكده، فراح الجونه او فهي الموضوع كله انا فين وعاوز ايه، انا فكري ايه. في ناس مثلا تقول لك لا انا هفضل في النادي الاهلي اديني باخد فلوس وبسافر وحاجات كتير جدا واحسن من اروح نادي تاني ما مش هيديني الوضع اللي انا فيه يعني. ففي ناس بتفكر كده وفي ناس بتفكر كده. اللي بيفكر في مستقبله ان هو عاوز يبقى حاجه او عاوز يبقى ليه اسم في كره القدم بالظبط كده، فبيضطر ان هو يروح نادي تاني يلعب لو هو شايف ان هو جدير بالموضوع، مش ان انا بس ايه بس هيروح مكسور نفسيا الى حد ما لغايه لما تجيله فرصه التالق واظهار بالظبط كده. ما هي بتاخد وقت يعني، حارس المرمى بالذات اكتر من اللعيب بياخد وقت شويه لغايه اما يبقى في رجله في الملعب كتير فيبتدي يبقى كويس. بس لمصلحه النادي الافضل ان هو يستمر وما يلعبش بشكل يعني هقول كبير، ولكن ولا ان هو يروح يحترف ويرجع تاني للنادي الاهلي، الافضل للنادي مش للاعب. انا عايز اعرف لو النادي شايف ان هو مش محتاج له دلوقتي في الوقت الحالي ممكن يبعته اعاره، يبقى ده افضل للنادي ساعتها، افضل للنادي وافضل ليه هو بالظبط يعني، افضل للنادي وافضل ليه هو لانه هيلعب وهيرجع له جاهز. صحيح. ده مهم جدا. صحيح. المهم يتوقف على النادي عاوز ايه او اللعيب عاوز ايه، هو ده والكلام والفرصه كمان فين يعني بالظبط كده، والفرصه بتاعته فين، هي ده مهم جدا يعني. صحيح. طيب